بقلبي عرض لفائدة جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لفاقدي وضعاف البصر. فقرات العرض الغنائي يحييها قاعدة نقرأ في تكست ياسر جرادي وبثينة نابولي مع ضيوفهم محمد بيج على آلة القانون واسكندر بن عمو على الإيقاع. فما مداخلات مسرحية بإشراف غازي زغباني ومحمد حسين جرايع. معنا ياسر جرادي بالتليفون. مرحبا بك ياسر. مرحبا، لاباس. يظهر لي نعرف. يظهر لي نعرفك. حتى انا يظهر لي نعرفك. مرحبا بك مرحبا ياسر، انا مرحبا يعيشك. نحكي وحكيت كل شيء ظهر لي على العرض ياسر. طبعا حاجة مهمة جدا اللي تتذكر، احنا عندنا 90 تذكرة لأنه الفضاء صغير أمام مزيان، خصصنا 30 تذكرة للطلبة بسعر 10 دينارات. عشرة دونك دينار الطلبة اللي يلزمهم فيسع خاطر شوية تذاكر، اللي حد يقص يصرف في روحه. اي دونك فضاء الارتيست صغير، هو قداش يرفع من بلاصة؟ 90 بلاصة، 90 هذه بلاصة. قاعة جديدة مازالوا كي فتحوها في شهر جويل اللي فات. أما هكا فيها برشا حميمية. دونك العرض باش يكون، دونك أنا باش يكونوا عندي 7 ضيوف، كل مرة يطلع معايا ضيف. وبثينة باش يكونوا معاها 2 موسيقيين اصدقائها، وكذلك فما مداخلات مسرحية في الاثناء. دونك كل مرة يدخل واحد من الاولاد غازي ومحمد قريع. دونك العرض باش يكون هكا متنوع شوي، باش ما يبداش ممل هكا. دونك فما ساعات اغاني، ساعات مداخلات مسرحية، ساعات كذلك فيديوهات نتاع شهادات نتاع ناس يحبوا الجمعية ويحبوا يعاونوا الجمعية. الحقيقة لقينا تجاوب يعني مش غريب على الشعب التونسي هذايا، اللي هو في كل مرة تصير هكا حاجة الحقيقة يتلموا العباد ويعاونوا. دونك هذه حاجة نثمنوها برشا في شعبنا الجميل. جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لفاقدي وضعاف البصر، كان فما سي ليفينمون إلى فيش سولد أوت، فما إمكانية أنكم تعاودوا ليفينمون هذا ولا تعملوا حاجة أخرى؟ بكل سرور أكيد أكيد، لأنه نوال بالرسمي الساعة الجمعية يعني تخدم في خدمة كبيرة برشا. أنا شخصيا نعرفهم عندي 5 ولا 6 سنوات، أنا نحاول نعاون بدي نجم يخدموا في خدمة كبيرة في المرافقة. فما ناس يعني عند ظروفها صعيبة، ناس اللي يعني الإنسان غرير ولا حاجة، يلزم شكون يقف معاه ويعرف وين يهزوا الكنام، يهزوا السبيطار، يهزوا كذا. فهم يعملوا فيها الدور هذاك الكل. يعني الجمعية مهددة بأنها تسكر كريمه. دونك احنا باش نحاولوا من خلال هالعرض هذايا انقاذ الجمعية من أنها ما تسكرش، وبالكش كان نجمنا نبيعوا التذاكر الكل ونجم نعاودوا عرض آخر باش نأمنوا على الأقل أنها ما تعاودش الأزمة دي. واللي هما تذاكر كما قلت ياسر ب 20 دينار، اللي يحب يعطي أكثر مرحبا به، بيان سور ما نقولوش لي بالضبط. علي يحب يسألك حاجة. اهلا يا ياسر. ليه مش نسأله، يحب يقول مش نسأله آه باش مش باش نتفاعل معاه على الكلام اللي كان يقول فيه فيما يتعلق بين الجمعيات، خاصة الجمعيات الخيرية من النوع هذايا الصغيرة اللي مش معروفة في الجهات، مش تعاني غادي من اللي تعاني، لانه معتمده بالاساس على الاعانات او المساعدات الاجتماعيه. مانيش نحكيو على ضعف دور الدوله وهذاك الكل، باش نخليوه على جنب، باش نحاولوا نخموا في مبادره كيما المبادره اللي يحكي عليها ياسر جرادي. اما لازم توا ممكن ياسر في الايفينمون يكون تخمام على حاجة ديورابل أكثر من أنه تكون حاجات بونكتويل هكا، كل ما نتغسروا نمشي نعملوا إيفنمون ندخلوا شوية فلوس حينية. أما ممكن أنه كان فما إمكانية أنه يزيد النقطة هذية، علاش ليه؟ أنه يكون فما ديبا من الأول ولا في الأخر متاع الحفلة حول إمكانية كيفاش النجم نردوها الحكاية هذية ديورابل، وانا نجم نتطوع انه نعمل اداره للنقاش هذايا، وهي معايا نوال. نعم معايا نوال، نجم نحاولوا انه ندعيو النشطاء والناشطين في الجمعيه هذايا ولا الجمعيات الاخرى انه يكونوا حاضرين نحكيو كيفاش نجم يكون فما ان بروجي ولا اون انيشاتيف سور لا ديورابيليتي. وي انا موافقك وعجبتني برشا الفكره نتاعك، ومرحبا كان تكون بحذانا.
وموافقك على طول، وهي حاجه مهمه. دونك نستنى هاك انت مع الجمعيه، وهو عندك تو نكملوا نحكيوا في الموضوع هذايا في الاوف. وكان ناس تسمع فينا زاد عندها افكار ولا تحب تعاون في الريو تقول لكم الدات والوقت في الارتيست وتقول لكم الوقت والدات مره اخرى نكلموا حبيبي يعطينا سالت وليت نحكي بنحن سي ما دخلت فيها الحكايه وليت نحكي مع على اساس انا معاكم يسالش علاش ليه ياسر اللي باش تكون موجود نهار 2 فيفري ان شاء الله نهار 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 الاحد سامحني نهار الاحد فوالا خاطر فما تكست مال مكتوب كاتبته مريم بالغلط لو دو مكتوب لو دو تكاور ضدنا كي مريم كيفاش؟ مريم تكاور ضدنا كي مريم ما يصيرش جوست خطا صغير مش مشكل برشا نشكرها برشا جنود الخفاء عملوا خدمه كبيره هي وانصاف واسامه يعطيهم الف صحه فوالا مريم زهيوه نعاود نذكر اللي نراك بقلبي العرض اللي باش يكون نهار 4 فيفري 2024 مع الاربعه نتاع العشيه في فضاء الارتيستو تسكر ب 20 دينار لكن تنجموا تتبرعوا باكثر نعطي فيسع على نمرو تليفون 22 021 490 والا 52 109 700 بالنسبه للناس اللي تحب تتبرع. خلي لك كلمه الختام ياسر. والله نحب ناكد على انه في هالبلاد هذه خاصه المجتمع المدني راهو عندنا حاجات تعمل 66 كيف دونك الجمعيات الموجوده في تونس الكل نحب نشكرهم اللي كيف ما قال علي بكري بغض النظر على الدوله تعمل اللي تنجم اذا كان هي غايبه احنا هنا موجودين نحن الشعب نحاولوا ان نرجعوها الوطن هذايا اجمل ما يمكن دونك تحيه للجمعيات اللي في تونس الكل. يعطيك الصحة ياسر ميرسي بوكو على المداخلة هذه. نعاود نذكر مرة أخرى نراكب قلبي عرض لفائدة جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لفقدي وضعاف البصر نهار لحد 4 فيفري في فضاء الارتيستو مع الأربعة نتاع العشية. ما بقى لي كان باش نشكر كان ليكيب علي يعطيك الصحة على المرافقة نشكرك لك أمور عربية أنا اليوم فتحت مواهبي مالا شنو علي بوزويتا ميرسي أنس صباغ اماني وتقوى نواد بيزيد كنت معكم في الميكرو نتقابلوا الاربعاء جاي في نفس التوقيت 7